بسم الله الرحمن الرحيم. غرزة سكارف مفرغة، كثير غرزة جميلة وحلوة وسهلة جدا جدا. بتحبي تساويها سكارف، بتحبي تساويها جاكيت خارجي، رائعة جدا، سهلة جدا ومن سطر واحد. جربت لك اياها على خيط تخين وجربتها على خيط رفيع، وهي على إبرة رفيعة. لاحظي هي باللون الفاتح وهي باللون الأغمق. أي لون بتحبي، أي شيء، أي إبرة، رقم إبرة بتريديها بتناسب. طريقتها كتير سهلة صبايا. أول شيء بتبتدي الغرز، أول دور فيها مقلوب، ما بده شيء، أول دور مقلوب نبتدي الغرز. على فكرة عدد غرزها عادي، يعني بتريدي فردي بتريدي زوجي مثل ما بدك. أنا هون معاي 20 غرزة، يعني ما بتفرق، بس المهم بدنا غرزتين للحافة، غرزة من هون وغرزة من هون، لأنه هي كل غرزتين سوا، يعني معناته بناته يكون عدد زوجي أفضل. هذا أول دور مبتدي دغري، منبلش الغرز نبتدي الغرز ونشتغل. أول دور مقلوب، هاي مقلوب، هدول 20 غرزة أنا معياهم، وهي غرزة الحافة. يلا هلا بنبتدي الشغل دغري بالغرزة على دور الوجه. شوفي نحن هلا بدنا هي مرة بتكون هون، مرة بتكون هون، هاي الغرزة. أنا راح ابتدي لك إياها من أول ما بتبتدي. أول وحدة سحبة، هلا هاي وهاي نفوت بيناتهم، انتبهتي؟ فوتي بيناتهم، ها اسحبي، رجعي اعملي لفة واشتغلي. أول غرزة عدل وثاني غرزة عدل، بتقلبي هدول اللفتين، السحبة اللي أخذتيها واللفة اللي أخذتيها بتقلبيهم فوقهم. معلش هلأ أول وحدة بتلاقيها أنت، خلي إيدك رخوة، أول وحدة بتلاقيها صعبة، بعدين كله بيمشي حاله. شوفي شلون قلبوا. يلا نرجع الغرزتين اللي بعدهم، ها خلي إيدك رخوة هون، ها رجع اعملي لفة، اشتغلي أول غرزة عدل وثاني غرزة عدل. نرجع بناخد اللفة والسحبة اثنيناتهم مع بعض، ناخدهم هيك ونقلبهم فوقها، تمام خلصنا. هاي اللي بعدها، شوفوا هون بدنا ندخلها، انتبهتوا وين بدنا ندخلها؟ هيك مندخل هيك، نسحبها، نعمل لفة، أول وحدة عدل ثاني وحدة عدل، نقلب هذولي اللفة والسحبة، بناخدهم اثنين سوا هيك. شوفوا تكون رخوة ما تعذبك، تقلبيها. يلا اللي بعدها، ها هاي سحبة لفة، أول غرزة عدل وثاني غرزة عدل، اقلبي اللفة والسحبة فوقهم. كتير سهلة وبسيطة وتناسب السكارفات، كتير حلوة. حتى لو بدك تساوي جاكيت خارجي بدك اياه شوي سميك بيطلع هيك، ها بحسب كمان الخيط، إذا بدك الخيط رفيع بيصير، ولكن بتطلع رقيقة ما بتطلع سميكة واقفة. هذا مثل هون أنا عم بشتغل لك هلا بالخيط الرفيع على إبرة نمرة 4، ها شايفة؟ وهي لفة، لا تنسي اللفة هاي، ها واحدة تنتين عدل، نجي اللفة والسحبة ناخذهم اثنيناتهم مع بعضهم. هاي اللفة والسحبة، ها ليكون نعطي بالنا عليهم، نرجع منقول ها هيك، نعمل اللفة غرزتين عدل، بنقلب اللفة والسحبة، نكرر. هذا هو عبارة عن سطر واحد، والثاني بيجيكي مقلوب عادي، كتير سهلة وبسيطة. بس أنا بدي أشتغل لك إياها مشان فرجيكي بصير في تبادل، مرة هيك مرة هيك بتصير. شايفين عدد الغرز زوجي، هاي وحدة وهي اللفة، وهلأ غرزة عدلة غرزة عدلة، نقلب هدول الثنتين وآخر غرزة هيك. هلأ دور المقلوب، دور مقلوب عادي.
لا توقعي ولا غرزة، انتبهي ولا غرزة، ما منروح ولا غرزة، ولا تشدي ايديك حلاوتها تطلع رخفة حلوة، لانه هي لحالها بتعطيكي الكسم هيك النافر. حاولي جهدك ما توقعي ولا اصبع ابدا، كل الاصابع بدهم يكونوا موجودين معك. 20 غرزة بك تطلعي ب 20 غرزة. اياكي تنسي اصبع سلتيها تنزعي الرسمة. شايفين هيدا هو دور المقلوب، كله مقلوب عادي. يلا هلا اجينا للدور العدل. هلا نحن بدنا نساوي تبادل، هالمره ساوينا هون ماشي، نحن هالمره بدنا نساوي من هالطرف مشان تطلع هيك. ها شوفوا شلون بتطلع، واحد مره هيك مره هيك مره هيك مره هيك. هلا هذاك الدور اشتغلنا وحده، سحبنا اول وحده واشتغلنا دغري. هلا لا بدنا نشتغل وحدة عدلة. هلأ بدنا ناخد هدول الثنتين معا اللي وراهم، انتبهتي؟ معناته الدور الثاني تاخدي تشتغلي غرزة، أول شي تسحبي غرزة الحافة، تشتغلي غرزة عدلة، وبعدين بتبلشي بقى بغرزتك انت الطبيعية اللي هلأ هي عم نشتغل فيها، مشان يصير في تبادل. مش تطلع وحدة هيك وحدة هيك، ما بيطلعوا كلهم فوق بعضهم مثل صف العسكر، لا هيك أحلى. ها هاي تمام هيك. يلا اللي بعدها، هاي اللي بعدها، عملنا هيك اللفة، هاي السحبة. هلأ اللفة وثنتين عدل. غرزة سكارف مميزة جدا جدا وكتير حلوة، بس انتي للبداية من هون بتساوي كام دور مرينة مشان تضلها واقفة، ويعني ما يلف معك الشغل. هاي السحبة وهاي اللفة ثنتين عدل. نرجع هدول نقلبهم. نرجع هلا كمان كل غرزتين كل غرزتين، ما منعوف ولا غرزة. غرزة كتير سهلة وبسيطة بتناسب، أنا حبيتها كتير مشان اللفحات، للفحة كتير بتطلع حلوة ولطيفة. شايفة شلون قلبناها؟ رجعنا كمان. ممكن تستخدميها رجالي نسواني، مو بس انه بنستخدمها للنسوان، تستخدم للطرفين، لانه ليش؟ خاصة إذا اشتغلتيها على لون غامق مثل هلا أنا اشتغلت لك إياها، بتلاقي إنه كتير مناسبة، هي هيك، بترجعي بتعملي اللفة، بتاخذي وحدة تنتين، وهلا بورجيكي قفاها كمان، قفاها كتير حلو، مشان إذا اللفحة قلبت على قفاها، ما بتقولي قفاها مو حلو، لا قفاها بالعكس تغير شكل، هي وحدة لفة وهدول تنتين معي. نرجع كمان، ها شوفوا شلون هذا الدور الثاني بيزيد معانا غرزتين، وهلا هي لفة وحدة تنتين، وهلا بنقلبها. ايه انا هلا هون انا ما قلبت، ما هيك؟ ايه مو مشكلي، هلا بعلمك كيف، اذا نسيتي انا بعلمك كيف ترجعي، انتي ترجعيها ما بدها شيء، خذي هدول الغرزتين ورجعي لعندها ماشي، ترجعي لعندها تعملي لها هيك، ها بس خذيها هيك اقلبيها، رجعي اسحبي الغرزه هيك، بني ادم بينسى الواحد هيك، واشتغلي غرزتين عدل. اذا اول دور بنبلشه بنشتغل غرزه الحافه، وبعدين نبلش بالشغل ثاني وحده مشان بدنا نبدل بيناتهم، بنشتغل تنتين من الاول وبنكفي الشغل. بتامل ان شاء الله تكون عجبتكم، والله يجعلوا علم ينتفع به. انا كثير لقيتها غرزه حلوه كثير، شوفوا هاللون الرمادي شلون تطلع، تطلع للرجال رائعه جدا. وبالنسبه لهذا هون الخيط انا شاغلتها على ابره نمره 5، لاحظوا شلون طلعت كثير حلوه. هي خلفيتها، شوفي خلفيتها شو حلوه، شايفه خلفيتها جميله جدا، وهي هون على اللون الرمادي، تفرجي خلفيتها ما احلاها، بتطلع كانها غرزه السلاسل. بتامل ان شاء الله انه تكون عجبتكم، ولا تنسونا من لايك وشير واشتراك، واهلا وسهلا فيكم.